وما دري معنى السياسة يا أبي؟ قالوا نظام، قالوا عالم فيه أضواء وظلام، واختلط في فكري وذهني الكلام. يا أبي خففني، شو معنى السياسة؟ السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، وتفتح أبواب التحاور بين وجاع المواطن والرئاسة. والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة، كنزي محروس ومحرم، وقصري مولانا المعظم والمدجج والمسيج بالحراسة. والسياسة بتظل أوزان شعبك، تزكي ناسك، سمي كاسك، مري رعبك، وحتى لو زال الوطن ما يهم وراكي لعبك، المهم تظل وتظل الكراسي. والكراسي يا بني فوطاني لعنة بغير قيمة وغير معنى، فرعنة فرعون وكفر نمرود والظلم التعيس. والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس. لا تكن حاكم وطاغي وعقل مفكوك البراغي، وما يهمك في المظالم والمآسي. يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي، واهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة يدعوا فهم السياسة. يا اهل السياسة، اليوم ثورة شعبنا قالت كلام عن السياسة، قالت ان الظلم غادر، واني صوت الشعب هادر، وان رب الكون قادر يمحق اصحاب الكراسي والكراسي وكل سياسي ان كان يفهم. خلي كرسي الحكم واجلس مثل شعبك على الحصير، كون حر في ارض حره، وافتكر يوم المصير بايدك تحدد مصيرك، بفكرك وشعبك نصيرك، تبني مجد وتزرع حقول الامل بالتفاهم والمحبه والعمل. وما يهمك في الكراسي، يظل شعبك والوطن ويظل تاريخك زمن، وتزول وتزول الكراسي.